نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني انك انت السميع العليم. طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي، اهلا بكم والمراجعة النهائية في مادة العلوم. لا تنسى زيارة قناتي، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. هنبدأ مع بعض. أول عبارة بتقولي أكمل ما يأتي. تعالوا نشوف مع بعض إزاي نجاوب على سؤال أكمل ما يأتي. السؤال بيقول لي توجد المادة في نقط حالات. المادة يقول المادة بتوجد في نقط حالات. توجد في إيه؟ في ثلاث حالات. يبقى المادة بتوجد في كم حالة؟ ثلاث حالات، اللي هما إيه؟ الحالة السائلة والغازية وقال إيه؟ الصلبة. طيب السؤال التاني، الحجوم المتساوية من المواد المختلفة لها نقط مختلفة. الحجوم المتساوية من المواد المختلفة لها نقط من نقط مختلفة، لها إيه؟ لها كتل مختلفة. يبقى الحجوم المتساوية من المواد المختلفة لها كتل إيه؟ مختلفة. طيب السؤال بعد كده بيقول لي المواد نقط لها حجم محدد ويتغير شكلها حسب الإناء الموضوع فيه. يبقى المواد الايه؟ المواد الايه بيكون لها حجم محدد ويتغير شكلها حسب الإناء الموضوع فيه. نقوله ايه دلوقتي؟ المواد الايه؟ المواد السائلة، لان المواد السائلة بتتغير حسب حسب الإناء اللي هي موجودة فيه. بتتغير ايه؟ بيتغير ايه؟ يعني بتغير ايه شكلها. طيب السؤال بعد كده، تحول الثلج الى ماء يعتبر عملية؟ يبقى لما بنحول الثلج الى الماء ده يعتبر عملية ايه؟ يبقى عملية ايه؟ عملية انصهار، لان الثلج هتحول الى ماء، ده اسمه ايه؟ عملية الايه؟ الانصهار. طيب خمسة، واللي في فصل ايه يكون النهار اطول من الليل؟ في فصل الشتاء ولا الصيف ولا الخريف ولا الربيع؟ بيقول لي في فصل ايه؟ طبعا هنا في فصل الايه يكون النهار اطول من الليل، في فصل الصيف. يبقى في فصل الصيف بيكون النهار اطول من الايه؟ من الليل. ستة، اقرب الكواكب للشمس هو وابعدها هو. طب تعال نشوف الاول حاجة، اقرب الكواكب للشمس هو ايه؟ هو عطارد. يبقى اقرب الكواكب للشمس هو مين؟ عطارد. طيب وابعد الكواكب ديت عن الشمس هو مين؟ هو نبتون. يبقى مين؟ يبقى كوكب ايه؟ نبتون هو ابعد الكواكب واقرب الكواكب هو عطارد. السؤال بعد كده بيقول لي اذكر سبب حدوث الظواهر الاتية. تعاقب الليل والنهار، يعني الليل بيجي بعد النهار والنهار بيجي بعد الليل، بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بيقول لك بسبب دوران الارض حول محورها كل 24 ساعة. يبقى لما الارض تدور حول محورها كل 24 ساعة بيحدث الايه؟ تعاقب الليل والايه؟ والنهار. طيب اذكر سبب حدوث تعاقب الفصول الأربعة، يعني الفصول الأربعة اللي هما الايه؟ الصيف والخريف والربيع والشتاء، بيجوا ورا بعض ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب دوران الأرض حول الشمس كل 365 يوم. يبقى بسبب دوران الأرض حول الشمس كل 365 يوما. طيب هنا برضو بيقول لي اذكر سبب حدوث المد والجزر. المد والجزر بيحدث نتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ بيقول لي بسبب التجاذب بين الشمس والأرض والقمر. يبقى المد والجزر بيحصل بسبب ايه؟ يحدث بسبب ايه؟ التجاذب بين الشمس والارض والايه؟ والقمر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تخير الاجابه الصحيحه. بيقول لي من امثله اللافلزات عنصر الحديد ولا النحاس ولا الالومنيوم ولا الكربون. يبقى من امثله اللافلزات عنصر ايه؟ الحديد ولا النحاس ولا الالومنيوم ولا الكربون. طبعا الاجابه الصحيحه هي الايه؟ هو الكربون.
يبقى من أمثلة اللافل الذات عنصر الإيه؟ الكربون. طيب السؤال الثاني بيقول لي إيه؟ تقاس درجة حرارة الجو باستخدام الأنيموميتر ولا الترمومتر ولا دوارة الرياح ولا البارومتر. كويس، يبقى دلوقتي بنقيس درجة حرارة باستخدام حرارة الجو، بنستخدمها باستخدام الإيه؟ باستخدام الإيه؟ نشوف مع بعض كده اهوت، باستخدام الترمومتر. استخدام مين؟ الترمومتر. ثلاثة، أكبر جسم في المجموعة الشمسية المشتري ولا الشمس ولا الأرض ولا زحل؟ يبقى المشتري ولا الشمس ولا الأرض ولا زحل هي أكبر الإيه؟ أكبر جسم في المجموعة الشمسية. طبعا الإجابة هي إيه؟ الشمس. يبقى الشمس هي أكبر جسم في المجموعة الإيه؟ الشمسية. السؤال رقم 4 والجزئية رقم 4 بيقول لي الغاز الذي يمثل 1/5 حجم الهواء هو. يبقى الغاز اللي بيمثل 1/5 حجم الهواء هو ايه؟ النيتروجين ولا الهيدروجين ولا ثاني اكسيد الكربون ولا الاكسجين؟ طبعا الإجابة هنا هتكون ايه؟ هتكون الايه؟ الاكسجين. يبقى الاكسجين يمثل 1/5 حجم الهواء، خمس حجم الايه؟ الهواء. طيب سؤال رقم 5 او الجزئية رقم 5 بيقول لي ايه؟ الغاز الذي يعكر ماء الجير هو النيتروجين ولا الهيدروجين ولا ثاني اكسيد الكربون ولا الاكسجين؟ يبقى الغاز الذي يعكر ماء الجير هو ايه؟ ايوه هو ثاني اكسيد الكربون. يبقى الغاز الذي يعكر ماء الجير هو ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. طيب الجزئية رقم 6 بيقول لي تصنع اسلاك الكهرباء منين؟ من الكبريت ولا من الكربون ولا النحاس ولا الحديد؟ يبقى تصنع اسلاك الكهرباء من ايه؟ من الكبريت ولا الكربون ولا النحاس ولا الحديد؟ طبعا الاجابه ايه؟ من النحاس. يبقى احنا بنصنع اسلاك الكهرباء من الايه؟ من النحاس. السؤال بعد كده بيقول لي ماذا يحدث عند ايه بقى؟ غلي الماء وتعريض الناتج لسطح بارد. يبقى لما نغلي الميه وبعد كده بنعرض الناتج ده لسطح بارد، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل يتكثف البخار ويحول الى سائل. يبقى هنا البخار بيتكثف ويتحول الى ايه؟ الى سائل. طيب الجزئيه اللي بعد كده ماذا يحدث لو حركت الشمس الظهريه؟ ماذا يحدث عند حركه الشمس الظهريه؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انه بيتكون الظل. يبقى هنا ماذا يحدث؟ يبقى ماذا يحدث عند حركه الشمس الظاهريه؟ بيحصل ايه؟ تعالى نشوف عمليه الاكمال. اول حاجه بيقول لي تقاس الكتله بوحده. الكتله بنقيسها بايه؟ بوحده الايه؟ بينما يقاس الحجم بوحده. تعالوا نشوفوا الايه؟ الكتله بنقيسها ايه؟ بوحده ايه؟ يبقى هنا تقاس الكتله بوحده الكيلو جرام او الجرام، لو قلت جرام صح او كيلو جرام صح. طيب بينما يقاس الحجم بوحده ايه؟ عايز نشوف الحجم بنقيسه بوحده الايه؟ ايوه بالسنتيمتر المكعب او المتر المكعب. يبقى الحجم بنقيسه بالسنتيمتر المكعب او المتر الايه؟ المكعب. طيب السؤال الثاني بيقول لي اكمل برضه، انخفاض درجه الحراره حراره سائل يحوله من الحاله الايه الى الحاله ايه؟ يبقى دلوقتي لما تنخفض درجه حراره السائل يتحول من ايه لايه؟ اول حاجه يتحول من ايه؟ من الحاله السائله. يبقى لما تنخفض درجه حراره السائل يحوله من الحاله السائله الى الحاله الايه؟ ايوه صح كده، الله ينور عليك، الى الحاله الايه؟ ايوه الى الحاله الصلبه، الى الحاله الايه؟ الصلبه. يبقى لما بنخفض درجه الحراره السائل يحوله من الحاله السائله الى الحاله الايه؟ الصلبه. السؤال بعد كده بيقول لي أصغر الكواكب حجما هو بينما وأبعد الكواكب عن الشمس هو. الأول تعالوا نشوفوا أصغر الكواكب حجما، مين أصغر الكواكب حجما؟ في ناس بتجاوب معانا صح، أيوه هو مين؟ عطارد. يبقى أصغر الكواكب حجما هو كوكب إيه؟ عطارد. طيب وأبعد الكواكب عن الشمس، مين أبعد كوكب عن الشمس؟ هو كوكب إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو بالنسبة لنا إيه؟ نبتون. يبقى أبعد الكواكب عن الشمس هو مين؟ نبتون.
هنا بيقول لي قارن بين ذوبان السكر واحتراق. تعالوا نشوف ازاي نعمل مقارنة ما بين ذوبان السكر واحتراقه. طيب خلي بالك، ذوبان السكر يعتبر تغير فيزيائي، يبقى لما نقوله هنا السكر لما بيذوب ده اسمه ايه؟ يعتبر تغير فيزيائي. كويس. طيب احتراقه بقى، احتراق السكر يعتبر ايه؟ تغير كيميائي. يبقى دلوقتي فرقنا بين الذوبان، الذوبان هو تغير فيزيائي، وبينما لما بيحترق السكر يبقى اسمه ايه؟ تغير فيزيائي. السؤال هنا بيقول لي علل، القمر جسم معد ومع ذلك نراه ليلا في السماء منيرا، ايه السبب؟ بيقول لي علل يعني اذكر السبب، ليه القمر جسم معتم ومع ذلك نراه في السماء منيرا؟ ايه السبب؟ لانه بيعمل ايه؟ لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، لانه بيعكس ضوء الشمس الساقط ايه عليه. طب سؤال بعد كده بيقول لي تخير الاجابه الصحيحه من بين الاقواس مما ياتي. السؤال الاولاني بيقول لي تصنع اواني الطهي من الالومنيوم ولا من الحديد ولا الكبريت ولا البلاستيك؟ ها احنا بنصنع اواني الطهي من ايه؟ من ايه؟ طبعا من ايه؟ من الالومنيوم. يبقى تصنع اواني الطهي من الالومنيوم. طب السؤال اللي بعد كده يعتبر كل مما يلي تغير كيميائي عدا، يبقى الحاجات كل ديت كلها تغير كيميائي، بس واحده بس ايه؟ طب ما تعتبرش تغير كيميائي، اللي هي ايه بقى؟ هل هي انفجار الالعاب الناريه ولا احتراق الفحم ولا تكون محلول ملحي ولا صدأ الحديد؟ اي من دولت ما يعتبرش تغير كيميائي. يبقى هنا ايه نقوله؟ يبقى يعتبر ايه؟ ليس تغير كيميائي. يبقى كل دولت تغير كيميائي بس ما عدا مين؟ ما عدا تكون محلول الملحي. يبقى تكون محلول الملحي لا يعتبر ايه؟ تغير كيميائي. رقم 3 بيقول لي تجاذب الارض والقمر يؤدي الى حدوث الليل والنهار ولا فصول السنه ولا اطوار القمر ولا المد والجاذب؟ يبقى لما تجاذب الارض، تتجاذب الارض مع القمر يؤدي ايه لايه؟ حدوث اي واحده من دولت؟ الليل والنهار ولا فصول السنه ولا اطوار القمر ولا المد والجاذب؟ طبعا الاجابه ايه؟ المد والجاذب. يبقى تجاذب الارض والقمر يؤدي الى ايه؟ عمليه المد والايه؟ والجذب. طيب السؤال اللي بعد كده تقاس درجه حراره باستخدام، بنقيس درجه الحراره باستخدام الايه؟ الاينو متر ولا الترمومتر ولا البارومتر ولا دواره الرياح؟ طبعا تقاس درجه الحراره باستخدام الايه؟ باستخدام الترمومتر. يبقى بنقيس درجة الحرارة باستخدام الايه؟ الترمومتر. طيب بيقول لي من امثلة اللافل الذات عنصر الحديد ولا الكربون ولا النحاس ولا الالومنيوم؟ يبقى مين من هنا ما يعتبرش لافلز؟ مين؟ يبقى هنا هنقول هو مين؟ الكربون. يبقى الكربون هنا يعتبر ايه؟ لافلز. طب 6 بيقول لك ينشأ دوران الارض حول محورها، ينشأ عن دوران الأرض حول محورها إيه؟ المد والجزر، الليل والنهار، فصول السنة ولا أطوار القمر؟ إيه اللي بيحصل عن دوران الأرض حول محورها؟ بينشأ مين؟ الليل والإيه؟ والنهار. بينشأ هنا الليل والإيه؟ والنهار. طيب كويس جدا. هنا بقى مسألة بيقول لي إيه؟ تم وضع حجر في إناء به كمية من الماء قدرها 30 سنتيمتر مكعب، فارتفع الماء في الإناء وأصبحت القراءة 50 سنتيمتر مكعب، احسب حجم الحجر. احسب حجم مين؟ الحجر. طيب تعالوا نشوف ازاي نحسب حجم الحجر. حجم الحجر عبارة عن حجم الماء بعد وضع الحجر ناقص حجم الماء قبل وضع الحجر. يبقى نقوله بعد ما وضعنا الحجر شوف حجم الماء كان كام، نطرح منه حجم الماء قبل الايه؟ الحجر. يعني كام؟ يعني نقوله 50 ناقص 30 يدينا 20 سنتيمتر ايه؟ سنتيمتر. هنا بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الاتيه. اول عباره بتقول لي
كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة، كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة بنسميه ايه ده؟ بنسميه المادة. يبقى دي اسمها الايه؟ المادة. يبقى المادة كل ما يشغل حيز من الفراغ وله ايه؟ وله كتلة. طيب حاجة تانية، أجسام مضيئة تشع ضوءا وحرارة، أجسام مضيئة تشع ضوءا وحرارة بنسميها ايه ديت؟ بنسميها النجوم. يبقى النجوم أجسام مضيئة بتشع ضوء وإيه؟ وحرارة. طيب تلاتة، جسم معتم ولكنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، جسم معتم ولكنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، ده بنسميه إيه؟ طبعا بنسميه القمر. بنسميه إيه دلوقتي؟ الإيه؟ القمر. طيب الجزئية اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ صوب ما تحتها خط العرض، يعني الإيه؟ الحاجة اللي تحتها خط ديت حط مكانها كلمة تانية بحيث تكون ايه؟ صحيحة. واحد، تصنع اقطاب الاعداد الكهربائية من النحاس. يبقى تصنع اقطاب الاعماد الكهربية من النحاس. العبارة دي صحيحة ولا خطأ؟ طبعا العبارة هنا فيها خطأ، فانا عايز نصوب الايه؟ الخطأ. يبقى نقوله ايه بقى؟ تصنع اقطاب الاعماد الكهربائية من الايه؟ من الكربون. من الايه؟ من الكربون. صح بتاعها من الكربون. طيب اتنين، الكتلة مقدار الحيز الذي يشغله الجسم. طب انا عايز نسوي ايه بدل كلمة الكتلة دي؟ نحط حاجة تانية بحيث تكون العبارة بتاعتي صحيحة. بالكتلة هو مقدار الحيز الذي يشغله ايه؟ يشغله الجسم. طب العبارة هنا الكتلة مش مظبوطة، طب نحط ايه مكانها؟ يبقى الحجم. يبقى الحجم هو ايه بقى؟ مقدار الحيز الذي يشغله الجسم. طب العبارة اللي بعد كده بتقول لي تقع الأرض في مركز المجموعة الشمسية. تقع الأرض في مركز المجموعة الشمسية، طبعا العبارة خاطئة يعني فيها خطأ، فلازم نصحح الخطأ. طيب يبقى بدل كلمة الأرض عايز نحط إيه؟ حاجة تانية. يبقى تقع مين؟ تقع الشمس في مركز المجموعة الشمسية. تقع الشمس في مركز المجموعة الإيه؟ الشمسية. طيب رقم أربعة برضه بيقول لي صوب الإيه؟ العبارة ديت اللي تحته خط. في منتصف الشهر الهجري يكون القمر على شكل هلالا. في منتصف الشهر الهجري يكون القمر على شكل هلالا. ايه رايك في العباره دي؟ طبعا لازم اغير كلمه هلال بايه؟ كلمه تانية عشان تادينا المطلوب. يبقى في منتصف الشهر الهجري يكون القمر على شكل ايه؟ على شكل بدرا. على شكل ايه؟ بدرا. طيب هنا جزئيه تانية بتقول لي ما سبب حدوث تعاقب الفصول السنه الاربعه؟ ليه الفصول السنة الأربعة بتتم؟ ليه؟ ليه بيجي الصيف بعد كده وراه مثلا الخريف وبعد كده الايه؟ الشتاء وبعد كده الربيع؟ أو ايه بالترتيب ده؟ ليه؟ ليه الفصول بتتعاقب؟ بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ دوران الأرض حول الشمس. يبقى لما الأرض بتدور حول الشمس بتحدث ايه؟ تعاقب الايه؟ فصول السنة الايه؟ الأربعة. اكتب او اكتب المصطلح العلمي. ايه بقى اول حاجة بيقول لي مواد لها حجم ثابت وشكل ثابت. دي هي ايه؟ بنسميها ايه ديت؟ يبقى المواد اللي لها حجم ثابت وشكل ثابت هي الايه؟ ايوه هي المواد الصلبة. يبقى مواد الصلبة بيكون لها حجم ثابت وشكل ايه؟ وشكل ثابت. طيب السؤال اللي بعد كده، تغير في شكل وتركيب المادة وينتج عنه مادة جديدة. يبقى لما يتغير شكل وتركيب المادة وينتج مادة جديدة دي بنسميها ايه؟ ايوه بنسميه تغير كيميائي. يبقى ده اسمه تغير ايه؟ كيميائي. ان انا تتغير شكل وتركيب المادة وينتج مادة ايه؟ جديدة. يبقى ده اسمه تغير ايه؟ كيميائي. طيب السؤال جزئية بعد كده بيقول لي تغير كيميائي ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة. يبقى هنا تغير كيميائي ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة بنسميه ايه ده؟ بنسميه التفاعل. يبقى هنا التفاعل هو تغير كيميائي ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة. طيب الجزئية اللي بعد كده رقم أربعة بتقول لي مقدار ما يحتويه الجسم من المادة. مقدار ما يحتويه الجسم من المادة ده بنسميه ايه؟ بنسميه الكتلة. يبقى مقدار ما يحتويه الجسم المادة ده بنسميه الايه؟ الكتلة. طيب جزئية رقم خمسة، كوكب تتوافر عليه ظروف الحياة ونعيش عليه. كوكب
تتوافر عليه ظروف الحياة ونعيش عليه. هو إيه ده بقى الكوكب ده؟ هو كوكب الأرض، هو كوكب الإيه؟ الأرض. طيب الجزئية رقم 6 يقول لي أجسام مضيئة تشع ضوءا وحرارة وتظهر في السماء ليلا. أجسام مضيئة تشع ضوءا وحرارة وتظهر في السماء ليلا، هي إيه بقى ديات؟ هي اسمها إيه؟ اسمها النجوم. اسمها ايه؟ النجوم. يبقى هي دي الايه؟ النجوم. طيب الجزئيه اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ مساله تم وضع حجر في اناء بكميه من الماء قدرها 30 سنتيمتر مكعب، فارتفع الماء في الاناء واصبحت القراءه كام؟ 50 سنتيمتر مكعب، فكم يساوي حجم الحجر؟ عايز نجيب حجم الايه؟ الحجر. طبعا مساله بسيطه جدا وسهله جدا. يبقى حجم الحجر بيساوي كام؟ 50 سنتيمتر مكعب ناقص 30 سنتيمتر مكعب، نطرحهم من بعض دولت هيدينا 20 سنتيمتر مكعب. يبقى حجم الحجر هنا طالع بكام؟ ب 20 سنتيمتر ايه؟ مكعب. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الايه؟ الخطأ. أول حاجة بيقول لي المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم محدد. إيه رأيك في العبارة دي، صح ولا غلط؟ يبقى العبارة دي عبارة ايه؟ صحيحة. يبقى المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم ايه؟ وحجم محدد. طيب توجد جميع الفلزات في حالة الصلبة، هل العبارة صحيحة ولا خطأ؟ يبقى جميع الفلزات في حالة صلبة توجد في حالة صلبة، طبعا العبارة دي ايه؟ عبارة خاطئة. يبقى العبارة دي عبارة ايه؟ خاطئة، لان مش كل الفلزات بتكون في حالة ايه؟ في حالة صلبة. ثلاثة يستخدم المخبار المدرج في تحديد كتل الأجسام غير المنتظمة. يستخدم المخبار المدرج في تحديد كتل الأجسام غير المنتظمة. العبارة دي طبعا عبارة خاطئة. عبارة ايه دي؟ عبارة ايه؟ خاطئة. طيب حرق السكر من التغيرات الفيزيائية. حرق السكر من التغيرات الفيزيائية، ايه رأيك في هذه ديات؟ يعني محرق وعملية الحرق. ها العبارة ديات عبارة خاطئة. كويس، يبقى حرق السكر من التغيرات الايه؟ الكيميائية. طيب التكثف حول هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. التكثف هو تحويل المادة من الحالة الغازية نحولها للمادة السائلة. العبارة دي عبارة ايه؟ ايوه عبارة صحيحة. يبقى العبارة دي عبارة ايه؟ صحيحة. ستة يطلق على كوكب نيبتون اسم الكوكب الازرق. ايه رأيك في العبارة دي؟ العبارة دي عبارة صحيحة. يبقى العبارة دي عبارة ايه؟ صحيحة. بعد كده بيقول لي اذكر التفسير العلمي لإيه بقى؟ نرى القمر منيرا رغم انه جسم معتم. يعني القمر جسم معتم بس بنشوفه ايه؟ بنشوفه منور. ايه السبب؟ لانه بيعكس ضوء الشمس. يبقى السبب ان هو بيعمل ايه؟ بيعكس ضوء الشمس فيظهر انه ايه؟ منيرا. طيب الجزئية التانية برضو اذكر التفسير العلمي. يعتبر التخلص من القمامة بالحرق سلوكا يضر بالبيئة. يعتبر التخلص من القمامة بالحرق سلوكا يضر بالبيئة. ايه السبب؟ لانه يتسبب في تلوث الهواء. بيقول هنا ضع علامة صح او علامة خطأ. صح امام العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة الايه؟ الخطأ. الاول عبارة بتقول لي ايه بقى دلوقتي؟ اللتر وحدة قياس الايه؟ حجوم الاجسام الصلبة. اللتر هو وحدة لقياس الايه؟ حجوم الاجسام الصلبة. طبعا العبارة دي عبارة خاطئة. ماشي، لان اللتر بنستخدمه في قياس ايه؟ الحجوم بتاعت الاجسام الايه؟ السائلة. طيب اتنين تصنع الاقطاب الموجبة لحجر البطاريات من الجرافيت. من الايه؟ من الجرافيت. ايه رأيك؟ تعالوا نشوف مع بعض العبارة دي كده. يبقى العبارة دي عبارة ايه؟ صحيحة. يبقى تصنع الاقطاب الموجبة لحجر البطارية من الايه؟ من الجرافيت. طيب اكتب المفهوم العلمي الدال على، تعالوا نشوف مع بعض المفهوم العلمي. اول مفهوم عندنا بيقول لي ايه؟
كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. مين ده؟ اللي هو ايه دلوقتي؟ اللي هي ايه دلوقتي مع بعض؟ اللي هي تعتبر بالنسبة لنا الايه؟ المادة. تعتبر بالنسبة لنا هنا الايه؟ الايه؟ المادة. طيب، جسم معتم يدور حول كوكب الارض ويعكس ضوء الشمس. جسم معتم يدور حول كوكب الشمس ويعكس ضوء الشمس، ده بنسميه ايه؟ ده عبارة عن ايه؟ القمر. يبقى ده عبارة عن الايه؟ القمر. هو ده الايه؟ الجسم المعتم، ويدور حول ايه؟ الارض، وفي نفس الوقت بيعكس ضوء الايه؟ الشمس. طيب، تعال نشوف العبارة اللي بعد كده. تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، بنسميها ايه ديت؟ يبقى اما تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الصلبة بنسميها ايه ديت؟ بنسميها عملية التجمد. يبقى لما تتحول من الحالة السائلة للحالة الصلبة يبقى تتحول إلى عملية الايه؟ التجمد. أكمل العبارات الآتية. تعال نشوف أول عبارة بتقول إيه؟ تتكون نقط من الشمس والكواكب والأقمار. إيه ديت؟ إيه اللي بتتكون من الشمس والكواكب والأقمار؟ اللي هي إيه بقى دلوقتي؟ المجموعة الشمسية. يبقى تتكون المجموعة الشمسية من الشمس والكواكب والإيه؟ والأقمار. العبارة اللي بعد كده بتقول لي تدور الأرض حول الشمس مرة كل كام؟ تدور الأرض حول الشمس مرة كل كام؟ أيوة، كل كام؟ كل 365 وربع يوم. يبقى تدور الأرض حول الشمس مرة كل كام؟ 365 وربع يوم. بينما تدور حول محورها مرة كل، يعني الأرض ديت بتدور مرة حول محورها كل كام؟ كل ايه؟ 24 ساعة. مرة كل 24 ايه؟ ساعة. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول لي المواد الصلبة لها نقط محدد وثابت. يبقى المواد الصلبة لها ايه؟ ايوه، لها شكل محدد. يبقى المواد الصلبة لها شكل ايه؟ محدد. وايه ثابت؟ وحجم ثابت. وحجم ايه؟ وحجم ثابت. طيب، السؤال بعد كده بيقول لي في أكمل رقم 4 يعتبر ذوبان السكر تغير نقط بينما صدأ الحديد تغير نقط. يبقى يعتبر ذوبان السكر تغير ايه؟ تغير فيزيائي. يبقى يعتبر ذوبان السكر لما الذوبان السكر بيدوب في الماء فده بنعتبره ايه؟ يعتبره تغير فيزيائي. بينما صدأ الحديد لما الحديد يصدي خلاص ده تغير ايه؟ ده اسمه تغير كيميائي. يبقى ده اسمه تغير ايه؟ بين الاقواس. عايز ناخد الاجابه الصحيحه بين الاقواس. اول حاجه بيقول لي ايه؟ يستخدم الميزان المعتاد في تقدير الطول ولا الكتله ولا الحجم. يستخدم الميزان المعتاد في تقدير الطول ولا الكتله ولا الحجم. يبقى بنستخدمه في ايه؟ يبقى بنستخدم الميزان المعتاد في تقدير الايه؟ الكتله. يستخدم في تقدير الايه؟ الكتله. طيب، السؤال بعد كده بيقول لي ايه؟ النهار في فصل الشتاء نقط النهار في فصل الصيف أطول من ولا بيساوي ولا أقصر من؟ يبقى النهار في فصل الشتاء أطول ولا أقل ولا يساوي؟ طبعا العبارة هنا هتبقى إيه؟ نقوله أقصر من. يبقى النهار في فصل الشتاء بيكون أقصر من النهار في فصل الإيه؟ الصيف. الخطوة اللي بعد كده بتقول لي إيه؟ التبريد يكون مصحوبا لعملية الانصهار ولا التكثف ولا التكثف ولا التبخر. يبقى عملية التبريد ديت بتكون مصحوبة لعملية مين؟ الانصهار ولا التكثف ولا البخار ولا التبخر؟ طبعا الايه؟ التكثف. يبقى التبريد يكون مصحوبة لعملية الايه؟ التكثف. الجزء اللي انا بقول يعلل لما ياتي، تعالوا نشوف مع بعض. يعتبر الزئبق فلزا. ليه بنعتبر ان الزئبق فلز؟ يبقى الزئبق ده هو بنعتبره فلز ليه؟ لانه موصل جيد للحراره. لانه موصل جيد للايه؟ للحراره. طيب، ايه تاني؟ علي اللي ما يأتي برضه. تبدو الشمس لنا متحركة من الشرق إلى الغرب. يبقى ليه؟ بنبص كده نلاقي إن الشمس كأنها متحركة من الشرق للإيه؟ للغرب. ليه؟ لدوران الأرض حول محورها. يبقى لما الأرض بتدور حول محورها خلاص تبدو الشمس كأنها متحركة من الشرق إلى الإيه؟ إلى الغرب. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول لي صل العبارات من الألف بما يناسبها من العبارة ب. هنا كاتب كلمة العنصر وبعد كده الكواكب وبعد كده النجوم وبعد كده الملي جرام.
وهنا في به كاتب لي واحد أجسام مضيئة نراها في السماء ليلا. خلاص به وحدة قياس المشغولات الذهبية، وحدة قياس المشغولات الذهبية. جيم أبسط صورة للمادة ولا يمكن تحليلها. دال أجسام معتمة تدور حول الشمس. تعال نقوله العنصر. العنصر إيه نختاره من هنا دلوقتي؟ يبقى العنصر هو إيه بقى دلوقتي؟ يبقى العنصر هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن أبسط صورة للمادة ولا يمكن تحليلها. يبقى العنصر بنختار معاه رقم إيه؟ جيم، اللي هي إيه؟ إن العنصر هو أبسط صورة للمادة ولا يمكن تحليلها. طيب تعالى نشوفوا الكواكب. إيه هي الكواكب؟ نختار الكواكب بقى. يبقى الكواكب هي إيه بقى دلوقتي؟ أيوة تعالوا كده، يبقى الكواكب نختارها. الكوكب هو عبارة عن إيه بقى؟ أجسام، اللي هي رقم د، أجسام معتمة تدور حول الشمس. يبقى الكواكب هي مالها؟ أجسام معتمة تدور حول الشمس. طيب تعالى نشوف النجوم. إيه هو النجوم؟ تعال نعرف يعني إيه كلمة نجوم من هنا. يبقى هنا النجوم هي عبارة عن إيه؟ آه يبقى النجوم هي رقم ألف، اللي هي عبارة عن إيه؟ أجسام مضيئة نراها في السماء ليلا. يبقى النجوم هي مالها؟ أجسام مضيئة نراها في السماء ليلا. طيب تعالى نقوله بقى الميلي جرام. صح الميلي جرام. ايه هو بقى الميلي جرام؟ طبعا هيكون عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن وحدة قياسات المشغولات الذهبية. يبقى الميلي جرام مع به اللي هي وحدة قياس المشغولات الايه؟ الذهبية. طيب كلام جميل. بيقول لي اذكر استخداما واحدة للزئبق. الزئبق ده بنستخدمه في ايه؟ ايوه في صناعة الترمومترات. يبقى بنستخدم الزئبق في صناعة الايه؟ الترمومترات. هنا برضو بيقول لي اكتب المفهوم العلمي الدال على كل ما ياتي. اول حاجة تغير لا ينتج عنه تكون مادة جديدة. يبقى التغير اللي بينتجش عنه ايه مادة جديدة بنسميه ايه ده؟ اللي هو اسمه ايه بقى؟ التغير الفيزيائي. يبقى التغير اللي بينتجش عنه مادة جديدة هو ده اسمه التغير الايه؟ الفيزيائي. طيب الفلز المستخدم في صناعة الترمومترات. ايه بنستخدم ايه بصناعة الترمومتر اللي هو يعتبر بالنسبة لنا الايه؟ الفلز. ده هو المين؟ الايه؟ الزئبق. تكون طبقة هشة على سطح الحديد عند تعرضها للهواء الرطب. يبقى هنا لما بنعرض الحديد لايه؟ لهواء رطب بتتكون طبقة هشة عليه. ايه اسمها ايه الطبقة دي؟ بنسميها صدأ الحديد. بنسميها صدأ الايه؟ الحديد. طيب مجموعة العناصر التي ينتمي إليها الذهب. الذهب ينتمي لمجموعة عناصر. المجموعة دي بنسميها مجموعة الايه؟ مجموعة الفلزات. يبقى الذهب بينتمي لمجموعة مين؟ الفلزات. هنا بيقول لي بقى مادة حجمها ثابت وشكلها متغير حسب الإناء الحاوي لها. بنسميها حجمها ثابت وشكلها متغير حسب الإناء الحاوي لها. بنسميها ايه؟ بنسميها المادة الايه؟ السائلة. أكمل العبارات الآتية. يحدث للمواد الصلبة تغير إيه؟ عندما لا يحدث تغيرا في تركيبها. يبقى لما المواد الصلبة خلاص يحدث لها تغير، إيه اسمه إيه التغير هيحدث؟ لما لا يحدث تغير في تركيبها، ده اسمه إيه؟ يبقى تغير فيزيائي. يبقى هنا لما المادة الصلبة لا يحدث تغير في تركيبها، يبقى التغير ده اسمه تغير إيه؟ فيزيائي. طيب الحديد والجرافيت عنصران جيدة للتوصيل لإيه؟ للكهرباء. يبقى الحديد والجرافيت عنصران جيدان لتوصيل الإيه؟ للكهرباء. طيب التغير إيه؟ نقط هو التغير الذي يتناول شكل المادة وحالتها الفيزيائية دون أن يتغير تغير من إيه؟ طيب يبقى التغير إيه؟ التغير الفيزيائي هو التغير الذي يتناول شكل المادة أو حالتها الفيزيائية دون أن يتغير في إيه؟ تغير من إيه؟ من تركيبها. دون التغير من إيه؟ من تركيبها. الجزئية اللي بعد كده بيقول لي الزئبق والبروم عنصران. الزئبق والبروم عنصران إيه؟ عنصران سائلة. يبقى الزئبق ده سائل والبروم برضو إيه؟ سائل. طيب الجزئية اللي بعد كده بيقول لي يمكن ضغط المادة في حالتها
يعني في الحاله حاله بنضغط الماده، يبقى الماده ممكن ضغطها، بس في الحاله الايه؟ ايوه في الحاله الغازيه، يبقى يمكن ضغط الماده في حالتها الايه؟ الغازيه. واخيرا، ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو للاصدقاء والفيسبوك.